السلام عليكم. طبعا مره وقف على عم يشتغل ماده البرامج اللي يجينا عليها كل السيارات. اكثر من مره نسوي فيديوهات بس نوضح للزبون شلون طريقه العمل يكون ويا ماده البرامج. يعني مثل ماده البرامج تفقد تخشن المكان وبعدها ينغلس ويتسفر ويتاسس وكانه ماشيين يمينهم يرجع جدار طبيعي. تحيات. طبعا مثل اي سيراميك يكون بيه عالي ناقصه كلش، ينطي قاطين ثلاثه برونك ومن بعده ينطي طلس، ومن يشوف غير مستقبل الماده مال الستن ايضا ينطي مره ثانيه برونك، تتحمل الماده اكثر من قابليتها ويقدر يطسها ويحمل. ليش؟ حتى لا يفطر، حتى الماده لا تفطر. كل ما تعطيه مخشن كل ما يكون افضل. طبعا المراحل مال الغاز السيراميك شو هذا جاي بالسوم، هذا كله كان سيراميك بس حاليا احنا بالمراحل للقاء. بعد ما لبينا السيراميك جهزنا الجدران، هاي المرحله الاخيره للصبغ بدون لا تفريش ولا دريل ولا رام. تحيات. طبعا قبل وبعد اللي نشوفكم ما بعد السيراميك، اللغة السيراميك وصار جدار اعتيادي بدون تفليش. تحياتنا لكم.